أولا نعتبر لي في تونس اليوم باش نتقدموا في مشروع قانون يخص الحق في النفاذ للمعلومة هي خطوة ما كناش نحلموا بها، ونعتبر هذا بيدو أنه التشريع التونسي والذكاء التونسي في هذا المجال أنه يتفطن ويلتقط المجال اللي هو ناقص في تشريعنا واللي هو موروث على التضييق بصورة عامة على الحرية وعلى حقنا في الاطلاع وحقنا في يعني في اقتحام خبايا الإدارة وخبايا السلطة، هو في حد ذاته خطوة إلى الأمام. المشروع هذا يستغرق قرابة العام تقريبا بالتردد متاع الحكومة بسحبه بمعالجته من لجنة التشريع اللي هي من مارس 2015، وإحنا قريب ندخله أنا في مارس في 2016، تقريب عام وحوله الجدل. نحن مش نصادق إن شاء الله على قانون اللي يكرس ما جاء في الدستور واللي يضمن ضمان فعلي حق الناس في النفاذ إلى المعلومة، ولا فيه محاولة التفاف على الدستور، ولن يكون فيه أي مخالفة إن شاء الله للدستور. بطبيعة التفاصيل ممكن تكون فيها ثم وجهات نظر مختلفة. نحن المشروع الآن معروض على الجلسة العامة، ثم مقترحات تعديل القانون. المشروع هذا يتناقش واخذ من الوقت الكثير من أعمال اللجنة واهتمامات الكتل وحتى كذلك من وقت الحكومة ومن انتباهها. إن شاء الله المشروع اللي نصارق عليه يكون منسجم تمام الانسجام مع دستورنا المزيان الباهي، ويكون فيه تكريس حقيقي لمبدأ نفاذ المعلومة بما لا يمس بطبيعة بعض المصالح الكبرى للدولة، سواء في الجوانب منها العسكرية أو غيرها، مثل ما هو حاصل في كل دول العالم ومثل ما يقتضيه الدستور. عنا مقترح تعديل احنا في حركة النهضة باش نتفاداو الاستثناءات اللي بالشكل هذا. عنا دستور متطور صدقنا عليه وفخورين به كتواتس اللي هو الفصل 49 من الدستور، فاحنا نحبوا انه القانون ندخل في الدستور. ما علاش نصدق على الدستور؟ الدستور اعطى حق النفاذ للمعلومة الشفافية الكاملة، فاحنا في حركة النهضة عنا مقترح تعديل يترك هذا الاتجاه. وقت نحكيو الفصل 32 اللي كرس حق النفاذ للمعلومة، وحق النفاذ المعلومة ما ينجمش يكون راه مطلق، الحقوق الحريات ديما عندها قيود، هذا موجود في الديمقراطية، والقيود نظمها الفصل 49 من الدستور. قال نجم نحط قيود على الحقوق والحريات بشرط أن يكون في نطاق قانون، ثانيا أنه ما يمسش من جوهر ذلك الحق، ثالثا أنه يكون عنده علاقة بالأمن والدفاع والمعطيات الشخصية وبعض الأشياء اللي ذكرها الفصل 49. وبالتالي نحن نجي ننظم حق النفاذ المعلومة في صلب قانون نجم نحط قيود. الإشكال أنه تصبح تلك القيود تفرغ هذا القانون من جوهره وتمس من جوهر حق النفاذ المعلومة. بالضبط الفصل 24 واختراه القائمة نتاع الاستثناءات رهيبة جدا، ونقولوا أنه أفرغت هذا القانون من محتواه وأصبح ممكن أنك تطالب المعلومة، ولكن سترفض تلك المعلومة بعدة علات، بتعلة مصالح الدولة، بتعلة المصالح التجارية للهيكل المعني، بتعلة الحقوق الشخصية والمعطيات الشخصية، بتعلة الأمن والدفاع، وبالتالي لن نتحصل على المعلومة. وبالتالي أنا أعتقد أنه اليوم على الجلسة العامة أنه تراجع هذا الفصل وتحط إلا القيود التي نص عليها الفصل 49 من الدستور، وإلا أصبح هذا القانون مخالف للدستور، مخالف لروح الدستور، وهو يعطل النفاذ المعلومة ولا يتيح النفاذ إلى المعلومة. قاعدين نتقدموا خطوة وراء خطوة بالإعلام بالسياسيين بالناس اللي تؤمن بالشفافية، ونقدموا قدام العودة للوراء. فماش هذه أنك تحجب المعلومة ومصالح درشنو، إذا كان فما مصالح وإحنا واعيين به، فيها مصلحة البلاد، فيها مصالح أمنية، فيها مصالح يعني هذه منطقة، ولكن أنه هذا يصبح عذر هذه إحنا ما نقبلوش به في حركة. وبإذن الله نحاول أنه نعدلوا من القانون بصيغة تكون تحترم الاستثناءات صحيح ما مذكور حتى في الدستور، ونمشوا لقدام. احنا نحبوا انه الشفافيه لمصلحه المواطن ومصلحه الدوله، لان وقت فما شفافيه
تولي فما خوف من المحاسبة وتولي فما يعني احترام للقوانين وتولي فما الفساد ينقص وتولي فما دولة قاعدة تحترم في نفسها. أنا في حالة ندفع في هذا الاتجاه. وقع الاستماع لكل فعاليات المجتمع سواء منها الهيئات الرسمية والجهات المعنية في الإدارة وفي الدولة أو منظمات المجتمع المدني اللي مهتمة بمسألة المعلومة والإعلام والحريات بكلها الدولة وتمكنت من حقها في الاستماع لها داخل أشغال اللجنة اللي معنية بهذا الموضوع. اليوم وقع تقريب حوله وحول الفصل الإشكالية اللي هو في خصوص الاستثناءات. اولا نحب نقول لك اللي في العالم كامل في المجال هذا ثم استثناءات، لكن احنا ماذا بينا تكون اقل ما يمكن. الاستثناءات هذه كانت واسعه وكان خلاف ما بين لجنه التشريع في اغلبيتها من حزب حاكم الممثلين نواب حزب حاكم او من المعارضه، كانوا ثم اجماع داخل اللجنه رفضهم للمجال الواسع اللي جاء في المشروع الاول. رجع و بالاجتهاد نتاع اللجنة وبالاستماع وأخذ بعين الاعتبار ملاحظات قوى المجتمع المدني وباعتبار اليوم المشروع هذا تحت الأنظار وتحت الرقابة، وهذا شيء مهم جدا، الناس قاعدة تتبع وقاعدة تراقب وقاعدة ديفيجيل بارتو باش يعني بلادنا تتمكن من إقرار قانون يكون في المستوى. باش نعمل أنا واحد من الناس أعتبر اللي وقع تقدم كبير باش تقدم المشروع هذا، وقع تضييق في مجالات الاستثناءات وأصبح الفصل هذا فصل 24، لكن كن متأكد اللي في الجلسة العامة باش يقع مجهود إضافي آخر حتى يكون أقل ما يمكن الاستثناءات باش تتمكن تونس من قانون في مستوى الدستور من ناحية وفي مستوى اللي نطمحوا له احنا من حق المواطن في الاطلاع وحق المواطن في المساءلة وحق المواطن في الرقابة. هذا شيء أنا أؤمن به يعني قناعة كاملة، لا نعيره ولا نحده، ما يتطورش عندي في مخي على وقع انتمائي الحزبي، يتطور على وقع انتمائي للوطن وحاجة تونس أنها تكون عندها تشريعات أكثر تطور. الدستور هذا عملناه بقناعة تامة والتوانسة أجمعوا على أعليه، وهو ضرورة لبلادنا وضرورة لبناء الديمقراطية في بلادنا وضرورة لاستكمال البناء الديمقراطي واستكمال معناها هدف الثورة في بلادنا، ولذلك ما ثمش حاجة تخوف إن شاء الله. من سؤالك ما فيهوش يمس من الأمن العام، وما ثم حتى عاقل ينجم يفهموا كونوا فيهم يمس من الأمن العام.